المظاهرات ابو جي، كنا ناطرين كلنا تشكيل الحكومه خلال 3 اسابيع، نحن وناطرين تشكيل الحكومه كان في مظاهرات كل الوقت، رجعت الاحتجاجات على الشارع ورجعت الثوره قوي نبضها. بتعرف العالم ابو جيك يعني كثير بلشت رجعت تحقن، بعض الوضع عم بيرجع لورا، انت عارف يعني وصلت المحلات تحقين لهالدرجه يعني. عنا بلبنان كل شيء بده واسطه، اذا بدك تخلص بده واسطه على سوريا بالتعبير يعني، فهمت؟ عم بيحقن العالم الواسطه هلا، هيدا الواسطه حتى اذا بدك بدك واسطه ابو جيك. ما فيك انت اليوم اذا ما بتعرف لك شي ضابط شي مدير عام شي شغله، ما فيك تفوت على التواليت، انا جبت لك فص خلص. العالم عم تحقن، العالم عم تختلي ابو جيك، وبلش كمان التصاعدات اكثر واكثر، وطلعوا المسبات والرديات اللي فيها مسبات من جرحي، طلعت في مسبات للسياسه. اول وحده شاورما كابيس منشيلك يا رئيس، فستان تنوره منشيلك يا سنيوره، بيبسي فيرندا منشيلك يا رندا. وين المسبات؟ قال طلعت كل شيء فيه مسبات للسياسيين. هذا شاورما وميرندا. طلعت كل شيء فيه مسبات، طلعت كل شيء فيه مسبات للسياسيين. بعد من قلبي من قهري. شاورما. فروش كبيس نشيلك يا رئيس. فستان تنورة نشيلك يا سنيورة. من وين بدي شيله؟ تبسي ميرندا بدنا نشيلك يا رندا. وين المسبه ما حدا بيعرف. طلعت كل شيء في اكلات من البراد، انا قد ما عصبت طلعت كل شيء في اكلات من البراد. بس كان في ناس رواق، مش كل الناس كانت نازله تخبط وتكسر ومثبت، لا مش كان في رواق، كان في ناس كمان بس نازله تحكي على التليفون، على الكاميرا تحكي على التليفون تضحك وتفتح مجال وهيك. والله سامين حرن سلطه هن المندسين، واذا قالوا عنا مندسين نحن ما 100% كلياتنا نضاف، في 1% مندسين هن عم ببعتوهم بيناتنا يكسروا محلات خاصه، هيدي شغله. الشغله الثانيه هن السلطه، هدول هن المندسين. شغله ثالثه، معقول هلا ما استوعبوا انه القرار اللي قالنا نحن بدنا نكرر؟ زعيم هيدا اللي مطلوب، رجيناه هون يعني بدنا نبسهم اليهم بعد ليجيبونا ليخلصوا البلد من الكارثه. خلصت السياج عم تقول لي زود بس خلينا نخفف شوي تليفونات. شو عم هوبر لك على شي عم بهوبر لك على الهواء؟ هو شافك اذا شو عم تقول له عم بهوبر لك على فيديو كول شي مش معقول من. وفي ناس نازله تعطي حلول، مش انه نازله بس كبتشو مكان، نازله تعطي اسامي وزراء للحكومه. اوكي يعني اذا انت بدك اسامي وزراء يا حسان دياب، في المنظارين كمان عندهم سجستشنز يعني، مش شو مكان مش قصدي واسامي وزراء يعني خارج واحد يستلموا البلد يعني هيك شيء تقريبا. ما تقلي تكنوكرات هالكلمة ما لها عايزة، أنا بدي ناس عوادم، يمكن يجيبوا لي ستيلة جعجع، يمكن يجيبوا لي نجوى كرم، هالناس العوادم يا أختي، يمكن يجيبوا لي مطربين، ما بقى بدي سياسيين. تتحكي تحكي، أنا هيك بعرف. ستريدة من السياسيين. نعم. ستريدة من السياسيين. ما بدي سياسيين، بدي فنانين. ستريدة ما رأيت بالأبسيس فانتبه. ستريدة مش ديولة، بعدين قالك لا خلاص بدي فنانين، أنا بدي فنانين، بدي نجوى كرم. فيك ترجع تحضر هالحلقة من لهون وبس عبر أبليكيشن الـ LBCI ساعة اللي بدك وين ما كنت.